بتصريحات عن قرار انسحاب الجزائر بعد تصريحات زميله أحمد شوبير، والذي كشف المستور عن ماذا يحدث داخل الكاف، حيث قال خالد بيومي إفريقيا التي خسرت الجزائر: لماذا الجزائر انسحبت وهي تملك كل المؤهلات للفوز بتنظيم كأس إفريقيا 2025 و2027؟ لأنها تعلم أن هناك أعضاء قرروا من قبل أن الأمر محسوم لدولة أخرى. للكاف كلام آخر: لا يرون لأرض الواقع، بل يتحدثون بلغة الفساد. اليوم يكتب تاريخ جديد وفضيحة جديدة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إفريقيا. هنيئاً لكم، بسببكم لن تتطور كرة القدم في إفريقيا أبداً. وقال: الجزائر كانت تملك أقوى ملف، ولكن لم نعرف السبب الحقيقي وراء عدم منحها تنظيم إحدى البطولتين، ولكن بتصرفاتهم وبالكواليس الكبيرة داخل أروقة الكاف جعلتم الجزائر تقرر الانسحاب قبل الإعلان الرسمي بساعات. كان 2027 سيكون فضيحة كبرى بسبب الاختيار الغير المدروس، بسبب عدم امتلاك تلك الدول للملاعب المؤهلة لتكون في مواصفات تنظيم الكان. وهنا أعزائي المشاهدين، شاركونا أنتم بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب للملاعب المؤهلة لتكون أفريقيا المحليين. الاتحاد الأفريقي أرسل للمنتخبات اللي بتشارك في بطولة أفريقيا المحليين إن هو ألغى التصفيات أو تأجلها بسبب عدم تقدم أي دولة لاستضافة بطولة الأفريقية للمحليين. ودي حاجة أو نقطة، أما تكون في القارة الأفريقية مش بتقدر تنظم بطولة بسبب إن دولة أو دول مفيش ملف تنظيمي، يبقى أنت ما اشتغلتش على الموضوع ده بشكل كويس. أنا كان ليا وجهة نظر في ما يخص الأجندة الخاصة بالكاف أو ما يخص الدورات اللي تخص الاتحاد الأفريقي. وتحديدا قبل ما أقول لكم وجهة نظري، عاوز أقول لكم إن الاتحاد الجزائري وضع الكاف في ورطة أو في مأزق، والكاف كان بإمكانه يخرج منها بشكل كبير جدا. يعني كان في بند عدم تنظيم بطولة الأمم الأفريقية يعني في نفس المنطقة لبطولتين متتاليتين، كان ممكن يلغي البند ده ويخلي الجزائر تنظم 27 والمغرب زي ما احنا عارفين خدت 25، وكان وقتها الجزائر هتقدر تنظم أفريقيا للمحليين مرة أخرى. ليه بقول لكم كده؟ لأن الجزائر نجحت في يعني الموسم الحالي أو السنة دي إن هي تستضيف بطولة أفريقيا للمحليين، وعملت بطولة استثنائية بشكل منظم بشكل قوي جدا وملاعب جديدة. وما ننساش إن الجزائر أوقفت البطولة المحلية 40 يوم عشان تنجح بطولة. في نفس الوقت أنا برضو مع قرار وليد الصادي، قرار الراجل خده وقال إن هو ينسحب من تنظيم البطولات اللي تخص الكاف في الفترة الحالية، لأن الراجل ده دارس الموضوع من أوله. ومش معنى إن هو وليد الصادي جه في الفترة الأخيرة إن هو يكون رئيس للاتحاد الجزائري لكرة القدم إنه ما يعرفش الموضوع كان ماشي إزاي أو توابعه. موضوع تنظيم البطولات الأفريقية يعني اتكلمنا فيه كتير، ويعني وأحداث كتيرة حصلت، كورة كانت رايحة هنا وهنا، ويعني وناس بتشتغل بشكل جيد على الملف، وناس كانت واخدة وعود وما قدرتش بالوعود دي إنها تستضيف البطولة. لكن الكاف كان في إمكانه يحل كل الأمور دي، كان في إمكانه إن هو يراضي كل الأطراف، لكن أعتقد إن الكاف ما رضاش كل الأطراف. يعني لو كان غير البند ده والجزائر استضافت 27 كان الكاف زمانه لقى حل لمأزق بطولة أفريقيا للمحليين 2024. وأعتقد يعني إن في يعني في الأيام الجاية هيحصل حاجات كتير فيما يخص بطولة أفريقيا للمحليين تحديدا. لو هتتكلم دلوقتي مين اللي لسه منظم بطولة قريب لأمم أفريقيا للمحليين ونجحت وخرجها بشكل كويس فهو الجزائر. فهو لو كان في شوية تفكير، او دي وجهة نظري، ان الناس دي كانت تفكر بس تقول لك هندي امم افريقيا المحليين للجزائر مرة اخرى وهنديهم 27 بطولة الامم الافريقية، كان وقتها كل الاطراف اترادت، كل الحلول كان زمانها اتعملت، كان زمانك هتنظم بطولة امم افريقيا للمحليين مرة اخرى في الجزائر وهتنجح نجاح كبير زي البطولة الماضية اللي الجزائر نجحتها وساعدت الاتحاد الافريقي وساعدت باتريس موتسيبي. بالنسبه لوليد الصادي، راجل له تجربه في فرقه فوكس تيف، عنده خبرات كبيره، اعتقد ان هو هيفيد كره القدم الجزائريه، المنتخب الجزائري على الساحه الدوليه. ما ننساش بطل افريقيا 2019، غيابه في كاس العالم الاخير هو اللي عمل تاثير فقط على المنتخب، تاثير معنوي، لكن انا براهن
على المنتخب الجزائري مع وليد الصادي انه يعود للمشهد في القارة الافريقية منافسا على البطولة القارية القادمة في كوت ديفوار، وكمان متأهلا الى كأس العالم القادمة اللي هتكون في امريكا والمكسيك واللي هتبدأ تصفياتها قريبا. كوني جزائري، ماني جزائري، وانت ما تكونش مغربي، لازم نحيو العاطفة ياك يرحم بابك. راك تشوف باللي كينيا واللي داوى معاها خير من الجزائر؟ جاوبني بكل حيادية. شوف شوف باش نجيك من الاخر، غادي نزيد انا نجيك من الاخر باش نقطعوش الشك باليقين. فوزي القجع حاكم الافريقي هكا من الاخر من الاخر. خلاص سي بون، كي تقول لي كما اسمع خلاص ما تركتني من الاخر. لا من الاخر من الاخر، فوزي القجع رجل قوي ونافذ ومسخوط وكيدير السياسه وكيدير التدبير وكيدير لا جيستيون وكيدير كل شيء، خطير جدا. لا انا راك منك بصح ولا غير تضحك؟ لا باش نتفاهموا. اقسم بالله لا بصح. بالله شوف فوزي القجع هو اللي داير كلشي خلاص. نورمال. انا ما انا شوف باش نشوف باش نتفاهموا باش نتفاهموا. انا دابيتيد انا ضد نظريه المؤامره هذه والايادي الخارجيه. لا سمح عليك. قوي نافذ بالقانون والقوانين المنظمه وبشكل عادي جدا، ولكن مجهد داير اتصالات داير تحالفات داير لوبيين وراه حاكم لازون. دونك يا سعيد سيجي بيان كومبري، هو سبب انه الجزائر ما تنظمش 2027 هكا. لا الجزائر انسحبت. لا معليش بصح انا واش فهمت، انا ميمسي اللي كانت الجزائر كاينه راح تديها كينيا هكا. الا في حاله واحده اللي هي يمشيو يعيطوا له في التليفون القجع الله يرحم والدين عاوننا وانت جارنا وانتم المروك زوينين وناس ملاح عاونونا نعاونكم. دونك هو صاحب القرار في الافريك. نافذ 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 جدا. ايه دونك علاش ما راكم تقولوا باللي اسم المغرب داها باسكو احسن من الجزائر والجزائر ما عندها والو؟ احسن من القجع داير سياسه. فوالا خاوتي كيما سمعتوا انا درت لكم الفيديو الاول تاع المصري وما بدات الفيديو تاعو، وركزوا لي في الفيديو تاعو الجزائري وقال له بصح، قال له والله غير بصح يحلف، يعني حلف على واش؟ على الفساد، باللي هو القجع بليكلون بالفساد بالعلاقات نتاعو فما كيما هكذاك اللي ما ديش الشهاده. يا اخي كان يحلف زيد دوكا قول لي كي نحلف راني نحلف باش نطيحكم في لي بياج. الفيديو هذا يا إلي من الرباط المهندس جمال الشيشاوي. مهندس معماري أهلا بك أستاذ جمال معنا. يعني بداية أستاذ جمال، الكوارث نعلم أنها طبيعية، ولكن ما ليس طبيعي هو هذا الانهيار الشامل للبنى التحتية، ليس كذلك؟ لم يكن انهيار للبنى التحتية، لأنه ببساطة لم تكن هناك بنى تحتية. حديث أكثر الإيواء الذي زرناه أيضا هنا في مدينة مراكش، والذي تم تجهيزه بحوادات طبية مختصة للإشراف على معالجة الجرحى المتضررين من الزلزال لعلاء بالعروش. لابد من إخراج الكرة من هذه المناطق. لاحظوا الضغط ديال اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي. كيعرفوا المغرب غير من للاسف بالتربطات والعلاقات، عشان كده الكاف في حته تانية خالص بعيد عن كل الاتحادات القاريه على مستوى العالم. لسه بقول لحضرتك لو كان التصويت ده بكره مثلا في الاتحاد الاوروبي اليوفا كنا ما حدش هيعرف مين وليد صايدي واعلن الانسحاب، والسبب كان واضح. كيف لرئيس الاتحاديه لقجع المغربي كان يعلم ان بلاده ستنظم كاس افريقيا 2025؟ هذا ما يسمى الكوسله في الكاف والرشاد.